قدمت رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم لا ليغا الأربعاء في مدينة ساو باولو البرازيلية مشروعا رياضيا جديدا لاكتشاف المواهب الجديدة بدعم العديد من أساطير اللعبة في البلد اللاتيني أبرزهم كافو ودينيلسون وزيروبرتو ومارسيلو. واختارت لاليغا اسم برافو كشعار لهذه المبادرة التي تهدف لجمع مئات الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و19 عاما بجميع مناطق البرازيل، وستنقل فعالياتها على شاشات التلفاز. وفي تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية إفي قال فرناندو سانز مدير العلاقات المؤسسية الدولية في لاليغا: هذا المشروع مهم للغاية للاعبين الشباب أنفسهم بين 16 و19 عاما الذين لا ينتمون لأي ناد، والآن ستتاح لهم فرصة لمشاهدتهم وتدريبهم تحت إشراف مدرب الليغا، وأن تكون هناك فرصة لمشاهدتهم سواء في البرازيل أو في إسبانيا. وأبرز لاعب ريال مدريد وملقا سابقا أن المشروع يعد نافذة مفتوحة لأولئك الذين لم يتح لهم الحظ لمشاهدتهم ومراقبتهم عن قرب.